life's not the same as it was, as it was, as it was. We know it's not the same. سلام، كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله كاملين لاباس. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، الفيديو باين من العنوان، انا غير العنوان لا غادي نديرو الفيجن بورد ديالنا ديال الجولز ديال 2024 ان شاء الله. فا ام سو اكسايتد باش غادي نديرها معكم. الترند ديال 2024 في البداية ديال 2024 هو انه كلشي دار الفيجن بورد ديالو، واحد طابلو اللي فيه مجموعة من الاهداف عبارة على صور. يعني بحال مثلا بغيت نولي كندير رياضة، غادي نعلق واحد الصورة ديال بنت كدير رياضة باش انا نبقى نتحفز نشوفها كل نهار ونبقى ندير رياضة. ولكن التصاور ما غاديش يكفيو، خاصنا ضروري نكتبوا الاهداف ديالنا ونحاولوا اننا نحققوهم بشويه بشويه. نديروا اول حاجه، كنبغي نشكركم على 10000 متابع، شكرا لكم بزاف، وان شاء الله ل 100 و كتر كاع. ثاني بغيت نشكركم على 200000 اللي وصلنا لها في انستغرام. فخوره بكم بصح، حيت نتوما عندكم اصرار باش انكم ديروا واحد الحاجه وباش تحسنوا من الحياه ديالكم، فهذا راه شي حاجه زوينه وكتفرحني حتى انايا. وتا انا كنتحمس انني نبقى نبوستي ونحط كل نهار، ونتمنى من الله انني خصني نبقى نبوستي لكم بانتظام باش هكا القناه شي شويه تطلع وتطلع لواحد اخر. يا بسم الله، عندنا هدف واحد. سو حققنا بزاف ديال الاهداف ولله الحمد. دابا غادي نشوفوا السنه الجديده وشنو فيها وشنو الاهداف اللي باغي نديرو وشنو هما الحوايج اللي ما باغينش نديرو. سو هما التصاور اللي خرجت على داكشي، على حسب الاهداف ديالي وعلى حسب داكشي اللي انا باغا. هاد الكريطه انا حيت ما عنديش هذاك الطابلو ف ولكن شوفوا عادي، حيت اصلا غادي تحط بحال هكا وما غاديش يبان. شديت كرتونه وقطعتها وصايبتها بالجرافيز بحال هكا، كنت باغي نغطى هاد الجهه مي ما عرفتش على حساب شنو، يعني يقدر تخرج شي صوره من هنا ولا من هنا، فقلت صافي خلي حتى نشوف هذا ونعاود واش نرتبها من اللور. فشنو هي اول خطوه غادي نديرو؟ هي انكم نتوما غادي تمشيو لبنترست، غادي تقلبوا على التصاور او على الاهداف اللي باغين. اي حاجه كتبتوها في بنترست غادي تطلع لكم، غادي تكتبوا بنت كدير رياضه غادي تطلع لكم بنت كدير رياضه، غادي تكتبوا هيلثي فود غادي يطلع لكم هيلثي فود، غادي تكتبوا اي حاجه، اي حاجه بغيتو تكتبوها غادي تكتبوها غادي تطلع لكم. سو دابا غادي نحتاجوا الجرافز في النهايه، نشوفوا شنو غادي خصنا باش نطرقوا، وغادي نحتاجوا التصاور، غادي نحتاجوا هاد ما عرفتش سميتها، هذا هو الطابلو ولا المهم غنحتاجوا هذا نسميه الطابلو. نحتاجوا مقص، نحتاجوا لصقه. خبركم متحمسه بزاف، اختاريت هادو. دابا غادي نبداو نقطعوا في التصاور. In this world, it's just us. You know, it's not the same as it was. In this world, it's just us. تقريبا دابا كنكون ساليت قطاع، عرفتو شحال فيها ديال الخدمه، عرفتي يدي من هنا يضروني. قطعت بزاف ديال الوريقات وكلهم حاولت انني نقطعهم تقطع مزيان ومقاد باش يجيونا في اللوحه ديالنا مزيانين. فدابا غادي نرتب كل حاجه كيف ما انا عجبتني ونرجع لكم. دابا كنكون ساليت الفيجن بورد ديالنا وصايبتها وصايبت الطابلو كامل ولصقت فيه التصاورات، وجاو جاو يا سلام. صراحه ما كنت متوقعه النتيجه تطلع بحال هكا، حيت في هاد ماشي خشبه، في هاد الكرتونه قلت ما غاديش تجي النتيجه كيف ما انا باغي، ولكن راه جات بيرفكت. نتوما تقدروا ديروها غير بكرتونه وما كاينلاش اصلا ديروا هذه، انا ما كاينلاش نديرها غير درتها بحال هكا، عرفتي جات سو كيوت وجات زوينه بزاف. سو مستعدين انكم تشوفوها. واحد، زوج، ثلاثة، او ماي جاد شحال زوين، شحال كيما مقلوب، عجبتني. عرفتي وصيغتو فاش انكم كتبداو ترتبوا الحوايج اللي باغين ديروهم في المستقبل، يعني ماشي في المستقبل، يعني هكا في نهايه السنه شي حاجه راه زوينه بزاف بزاف بزاف. فخليونا نشرح لكم اشنو كاين هنا. هنا سياده كاين درع اليوتيوب، وانا باغا ان شاء الله ناخذ درع اليوتيوب، ولكن علاش انا حطيت هاد الدرع اليوتيوب؟ باش كل مره
نعجز على انني نصور لكم شي فيديو، نعاود نحط لكم البوست لكم دائما. باغي نوصل 100 فولورز في يوتيوب، وخبال لكم هذا الفم اللي ما شاء الله زوين ومرتب، ماشي سنينات، انا ما تهضرش سنينات. شوف عندي واحد المشكل فمي، هو انه كيبقى يتقشر بلا حتى شي سبب. اللبس ديالي حساس بزاف بزاف بزاف، بغيت الفم ديالي يولي بحال هكذايا وما فيه حتى شي قشره وحده. ديرش اي ليب جلوس وما نديرش اي ليبستيك، فخاصني نحاول شي شويه هكا نبدا نقطع هادشي هذا باش الفم ديالي يولي بحال هكا ما يبقاش كيتقشر. وثاني حاجه هي انه كنبقى نقشر هكا، القشره كنبقى نحيدها انا في الصيف والشتاء، فخاصني نحاول انني نبقى نشد يدي عندي، خاصني نبقى نشد يدي عندي. كتبان لكم هنايا واحد البنيته زوينه هي والخيل ديالها، وديجا هي راه خياله. كنتمنى ان شاء الله هذا العام انني نقدر نحضر لي كور ديال ركوب الخيل، اولا نجرب. انا عارفه راسي غنجرب، حيت كنمشيو للغابات مع مورا، وكيكون كتكون تماك واحد الخيل تعجبني، وديجا راني راكبه فيها شحال من مره من صغري، وانا كنعرف ديك الخيل، فحتى الا مشيت غادي تكون بالنسبه لي وكانني جربت. اللي كيعرفني مش حالي دار عارف بانني مهووسه بشي حاجه سميتها حب الخيل. غادي تبان لكم هنا واحد القرعه ديال الماء عامره مزيان مزيان، فانا واحد الانسانه فقيره من ناحيه الماء، ما كنشربش الماء، فخاصني نبقى نشوف. الا ما شفتش القرعه قدامي ولا ما شفتش الكاس قدامي ما غاديش نشرب وغادي نعكس، فخاصني نبقى نشرب الماء بزاف. تبان لكم هنا واحد البشره زوينه نقيه جميله كتعل كتبريك ما شاء الله. الا قطعت الفرماج وماكله ديال الزنقه والفاست فود، البشره ديالي غادي تولي بحال هكا. كتبان لكم هنايا يس يو كان ان شاء الله. وهنايا سنه 2024 هنا واحد البنيته كتسوق الطوموبيل ياك، فان شاء الله باغي ندير البيرمي، باغي ندير البيرمي يا اخوان ان شاء الله ان شاء الله. وهنايا ابلوس هي كتبان لك انه نجاح وكتجيب مزيان في اي حاجه، فان شاء الله انني باغا نجيب مزيان، فهنا هذه كتعني النجاح شي حاجه بحال هكا. 333 الف فولوور ان انستغرام، باغا ان شاء الله نوصل لهذا العدد في انستغرام واكثر علاش لا. باغا نجرب ندير لراسي شي حاجه اللي هي ثمينه بزاف وتكون من يعني من فلوس اموالي الخاصه، يعني كان جمعتها انا بالدرهم بخو، باغي نحس بهذا الاحساس انني جمعت الفلوس باش نشري واحد الحاجه باغاها انا. اوكي بان لكم هنا هيلثي فود في جميع الخضار وهكا داكشي كيوت زوين، فان شاء الله باغي نبقى ناكل الاكل الصحي ونبعد من الفاست فود وداكشي كامل. هنا كتبان لك غير 5 ديال الصباح، 6 ديال الصباح، 5 ونص ديال الصباح، ف باغا نرجع كيف كانت في سنه 2020، كنت كنفيق بكري وما كنتش كنرجع للناس في النهار، فنتمنى انني نعاود نحقق هذه الحاجه. واحد البنيته مصوره حدا الكعبه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ما عرفتش واش تكون هذه السنه السنه الجايه ارنو، ولكن عندي احساس انه ان شاء الله غادي نزور هذاك المقام. اتحدث الانجليزيه ان شاء الله، باغي نتحدث الانجليزيه بطلاقه. ليك واحد البنيته اللي هي ليانا ديب او لينا ديب كدير الرياضه، فانا باغا ندخل لاصال. واحد البنيته وقف هذا طوموبيلات احلامي، باغا ناخذ جي كلاس ان ذا فيوتشر، والعمل كيبدا من دابا. هنايا ان شاء الله طبيعه الحال ان شاء الله، يعني هنا راه كتبه مقلوبه، كل شيء كيحدث بمشيئه الله، لولا حنا درنا السبب وخدمنا شي شويه الله سبحانه وتعالى غادي يرزقنا. هنا كالم، باغا نولي كالم، باغا ما نبقاش ندوي بزاف، باغا نتكالم. وهنايا بوزيتيف، باغا نبقى دائما زين بلا بوزيتيف، ونفكر راسي بانني بوزيتيف، ما نجيش شي حاجه هكاك عاديه وتقلقني وتخربق لي المزاج ديالي، حيت خالتي سماتني زين بلا بوزيتيف. امشي انا اللي سميت راسي زين بلا بوزيتيف، ولكن خالتي اللي سماتني زين بلا بوزيتيف. الا درت هادشي كامل فراه تعتبر نجاح، ماشي بالضروره انك تنجح في القرايه ولا انك تخرج، تقدر تنجح في العلاقه ديالك مع الله، في العلاقه ديالك مع العائله، في العلاقه ديالك مع راسك، فغير كونك انك تمشي تهز كتوبه وتقرا راه بالنسبه لي انا نجاح. اي حاجه بسيطه كتعتبر نجاح بينك وبين راسك، حاجه الا مشيتي عاوتاني شي حد اخر غيقول لك والي واش تهدي دوله واش تهدي شي حاجه. فهذه هي ماي فيجن بورد، عجبتني الصراحه وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعاوني ويوفقني باش نحقق هادشي كامل. فبغيت نقول لكم حتى نتوما سيروا ديروها، ماشي بالضروره تشريو طابلو وماشي بالضروره تكلفوا راسكم، حتى الا كاع ما قديتوش تخرجوهم غادي تدخلوا بانتريست وغادي تكتبوا دارك جيرل وغادي يخرج لكم كاع هادشي هكا، وحطوها في الخلفيه ديال تليفونكم وديما حفزوا راسكم براسكم. فما كاينش هذا اللي غادي يحفزك وغادي يعطيك جرعه التحفيز قد راسك، فديما حط في بالك انه هذوك المؤثرين اللي تيرين كيبقاو غير في السوشيال ميديا، يعني كتشوفهم تعطيوك واحد جرعه امل جرعه تحفيز، ماشي ديما غادي يبقاو، ماشي ديما
غادي يخصك غير فيما تفقد الشغف تلجئ ليهم. الا ديما خلي ايمانك قوي بالله انه هذيك الحاجه اللي انا امنت بها وثيقتها غادي تتحقق، انها غادي تكون. فهاد الشيء كامل واخا ديروه عاودوا كتبوه دونوه بانكم باغين ديروه، بانكم باغين توصلوا ليه. هذه غير كحاجه غادي تفكرنا، ولكن الكتابه كترسخ لينا في العقل وما تخلي حتى شي حد يحسك بانك مش عليك التران، باقي عليك الحال. في اي حاجه بغيتي ديرها ابدا، بغيتي دير محتوى دير محتوى، بغيتي دير get ready with me ديري get ready with me وبارطاجيها مع الناس، بغيتي ديري story time ديري story time وبارطاجيها مع الناس، بغيتي ديري ميني فلوغ ديري ميني فلوغ وبارطاجيه مع الناس، بغيتي شي حاجه فاتك في هذه الدنيا وبغيتي تبارطاجيها مع الناس دويت. اي حاجه بغيتي ديريها ما تعني حتى شي حد يسبورتك، ما تعني حتى شي حد يقول لك اه ديري ولا هادي ولا هادي، لا. خدمي من ذاتك لراسك، واي حاجه بغيتيها غادي توصليها كوني غير ثقه في راسك وثقه في الله، واي حاجه بغيتيها غادي توصلي لها ان شاء الله. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نشوفكم فيديو جاي. سلامه. قلت لكم بلي راني باغا نعلق الطابلو هنايا، اجي نعلقوه مجموعين. المهم هذه كان عاد صيبها ليا خالي الله يخليه ليا، هو اللي قادها ليا. المهم هذاك الطاجير من ايكيا كانت خالتي خداتو من ايكيا فاش كنا في الشمال، فيها بزاف ديال الالوان، فيها كحل وقري وبيض. قلت لها خالتي الا ما كنتيش تسمع ليها جيبها ليا، ومسكينه جابتها ليا الله يخليها ليا. فيلا نقدوه. شوفوا كي جات ما شاء الله، جات سو كيوت، عجبتني بزاف، جات زوينه. ملي كنكون كنلبس حوايجي نقدر نبقى نتفرج فيها، ولا كنكون كندير ماي سكين كير ولا كنحفظ نبقى نشوف فيها. هنايا جاتني مزيانه. سلامة.